تحية وأجمل تحية مشاهدينا متابعينا الأعزاء. مرة ثانية نتحرك مع شوط الوداع، شوطنا السادس عشر في مجموع الأشواط، يتحرك بفئة الجعدان بشعارات أبناء القبائل التي أيضا تقيس بالمقياس في هذا الميدان، وتتابع أيضا دور المراكز الأولى وشعار بو عالية على المركز الأول. الله لا شلك يا بو عالية، ومن شلك يفرك بالمركز الأول. يا سلام يا سلام، عقاب عقاب، ونازل عليهم نزلة عقاب، نازل عليهم نزلة عقاب. يوم اسبحن في الجو ياهن من النو، الظاهر انه يبغي يعيش جوه، بو عالية عايش جوه مع عقاب علي بن محمود بن حبيب الرضا بالمركز الاول. المركز الثاني سياف سعيد بن عبيد بن خلفان المزروعي، والمركز الثالث اقول مبلش سالم بن محمد ابو طبيعه. يا ابو عاليه ما شاء الله، ايش هالزين ايش هالزين، ركز لي يا مقبول، ركز على المركز الاول وشوفوا شوفوا قعود ابو عاليه، وشوفوا عقاب ابو عاليه، او يلا يا ابو حسين يلا يلا، انت والناموس فال، النشامه فالك فال، الناموس فالك فال، الجوائز والرموز فال. عقاب عقاب عقاب، احباب ربعي يو، وانت قادي غلاوي، الله يا الخلاوي ما شاء الله. اخذوا اليديد اخذوا اليديد اخذوا اليديد من عقاب ابو محمود، اخذوا اليديد من عقاب ابو عاليه. عقاب عقاب عقاب، اللي يروح في المرقاب، اللي يروح ويرقبونه ويتابعونه، ولا راموا يلحقونه ولا راموا يلحقونه. وسلام يا ابو عاليه سلام، سلام يا ابو عاليه سلام، سلامين الرضايف، سلامين لك يا ابو عاليه، سلامين على هذا الناموس. تهانينا لعلي بن محمود بن حبيب الرضا، نهني على فوز عقاب بالمركز الاول، المركز الثاني السالم بن محمد بن طبيعه، والمركز الثالث ادهم راشد بن غانم بن مسفر بن غانم المنصوري. التوقيت الزمني دقيقتين و12 ثانيه. تهانينا والناموس العلي بن محمود بن حبيب الرضا ابو عاليه، تهانينا على هذا الانتصار. هكذا مشاهدينا الكرام ناتي الى ختام سباق صباح هذا اليوم، على امل لقاء بكم ان شاء الله الاسابيع القادمه. تقبلوا تحيات مدير هذا الميدان مايد بن ثاني بن بليش البلاسي، تحيات محمد بن راشد بن مرخان، تحيات سيف بن عتيج المقعودي، تحيات المصورين واللجان العامله في هذا الميدان، تحيات زميلي ايضا نايف الزرعي، تحياتي محدثكم سالم بن ركاظ العليلي، لكم مني اجمل ورق تحيه، واترككم في حفظ الله ورعايته، ومع السلامه.